مساءكم سعيد، أهلا بكم مشاهدينا للموعد الإخباري الجديد والمتجدد، تتابعونه من استديوهات الشروق نيوز المركزية. بداية الموعد الإخباري المتواصل لغاية 26 دقيقة مساء، سأستهله بالهام الظاهر أسفل الشاشة في فاجعة لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 12 آخرين الأربعاء إثر حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين في ولاية المسيلة. وبحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، وقع الحادث بالطريق الوطني رقم 45 الرابط بين بلدية المسيلة وبلدية شلالة، وتمثل الحادث في انحراف حافلة لنقل المسافرين مخلفة وفاة 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين في الخط الرابط ما بين المسيلة وبوسعادة، وتم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما لا تزال عملية التدخل متواصلة حسب البيان. وتدعو مصالح الدرك الوطني مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر أقول والالتزام بقانون المرور ومراعاة السياق السليمة. إذن متابعين الأكارم، لا بأس أن أشير وأعيد الإشارة للهام الظاهر أسفل الشاشة، حيث أكدت مصالح الحماية المدنية وفاة 8 أشخاص وإصابة 24 آخرين في حادث مرور مروع وقع بالطريق الوطني رقم 45 الرابط بين بلدية المسيلة وبلدية شلالة بوسعادة، وتمثل الحادث في انحراف حافلة لنقل المسافرين وخلف وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 24 آخرين. وتم إسعاف المصابين وتم نقلهم إلى المستشفى المحلي، لا تزال عملية التدخل متواصلة حسب بيان لمصالح الحماية المدنية. إذن متابعينا، تتابعون في هذه الصور لحادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 45 الرابط بين بلدية المسيلة وبلدية شلالة بوسعادة بالطريق الوطني رقم 45، وتمثل الحادث في انحراف حافلة لنقل المسافرين مخلفا وفاة 8 أشخاص وإصابة 24 آخرين. الصور الأولى التي وصلتنا من عين المكان تتابعونها على الشاشة هي صور توثق حادث مرور مميت في فاجعة خلفت وفاة 8 أشخاص وإصابة 24 آخرين إثر هذا الحادث المرور الذي تسبب فيه انقلاب للحافلة لنقل المسافرين في ولاية المسيلة للخط الرابط بين بلدية المسيلة وبوسعادة، بالضبط بلدية شلال. هي الصور الأولى التي وصلتنا من عين المكان ومن الحدث إثر انقلاب الحافلة لنقل المسافرين بولاية المسيلة، الحادث المميت الذي خلف وفاة 8 أشخاص وإصابة 24 آخرين. هي الصور الأولى التي وصلتنا من الحدث وعين المكان الذي لقي حتفهم به 8 أشخاص و24 آخرين إثر انقلاب لحافلة لنقل المسافرين خلف وفاة 8 أشخاص. هي الصور الأولى التي وصلتنا من الحدث بالضبط من ولاية المسيلة. إذن متابعينا الأكارم، لا بأس أن أعيد وأشير للهام الظاهر أسفل الشاشة في حادث مرور مميت وفي فاجعة وثقتها الكاميرات ونرصدها لكم أول بأول من تلفزيون الشروق نيوز. نتابع الصور الأولى من الحدث لانقلاب حافلة لنقل المسافرين بالضبط بولاية المسيلة في الخط الرابط رقم 24 بين بلدية المسيلة وبلدية شلالة ببوسعادة، وتمثل الحادث في انحراف حافلة لنقل المسافرين مخلفة وفاة لثمانية أشخاص وإصابة 24 آخرين. نشير فقط إلى أن بيان الحماية المدنية أكد أن العملية متواصلة وتم إسعاف المصابين وتم نقلهم إلى المستشفى المحلية، فيما لا تزال عملية التدخل متواصلة.
إذن المتابعين الأكارم، المتابعة الكاملة ستكون من خلال النشرة الأخبارية الرئيسية. متابعينا الأكارم، أمر بكم مباشرة لملف نقاشنا الثاني والحديث عن محور الجزائر وموريتانيا، بعدما حل وزير النقل هنا بالجزائر لبحث سبل تسريع تنفيذ ورقة طريق وأول طريق امتد ويربط بين البلدين. سأبحث معكم انطلاق الدراسات الخاصة بمشروع الطريق الرابط بين تندوف والزويرات الموريتانية في الأيام القليلة المقبلة، حسب اللجنة الجزائرية الموريتانية التي انعقدت أمس. أهمية بالغة للمنشآت في دفع التبادلات الاقتصادية بين البلدين وبين ليبيا وتونس كذلك والجزائر من جهة ودول الساحل من جهة أخرى. مشروع الطريق له أبعاد معتبرة اقتصاديا واجتماعيا على الصعيدين الأقليمي والقاري. هذا كان من مخرجات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الجزائر وموريتانيا التي انعقدت أمس هنا بالجزائر في إطار تفعيل الجسر الاقتصادي بين البلدين في إطار مشروع الطريق الرابط بين تندوف والزويرات الموريتانية. المشروع يشكل حسب مخرجات اللجنة الاقتصادية ممرا دوليا للعبور نظرا للموقع الجيوستراتيجي للجزائر وموريتانيا باعتبارها نقطتي عبور بين أوروبا، المغرب العربي وأفريقيا. المشروع من شأنه تشجيع حركة الأشخاص والبضائع لترقية تصدير الإنتاج الوطني تجاه الدول الأفريقية والنهوض باقتصاد المنطقة ككل. سأبحث أكثر متابعينا الأكارم، ويلتحق بي عبر الهاتف مباشرة من نواكشوط الموريتانية عبد الله محمد واه، أستاذ الاقتصاد والتسيير بجامعة نواكشوط. أهلا بك معنا، أرحب بك عبر شاشة الشروق نيوز. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أهلا وسهلا بك. بداية نتحدث عن مشروع الطريق الرابط بين تندوف والزويرات الموريتانية. هذا المشروع الذي يمتد من أوت 2018 اليوم يرى النور آخر النفق، والحديث عن تفعيله ميدانيا في الأيام القليلة المقبلة. إلى أي مدى يمكن أن يسهم هذا المشروع في ترقية صادرات وكخط رابط بين أوروبا وأفريقيا ودول المغرب؟ شكرا جزيلا. هذا الخط الرابط بين تندوف والزويرات، والذي سيكون كما قلتم في تقريركم ممرا دوليا، هو حلم راود كثيرا الحكومة الموريتانية والحكومة الجزائرية منذ سنوات، وكان فيه كثير من الدراسات ومن اللقاءات حول هذا المشروع. نعم. والآن يتحقق، وستكون له آثار اقتصادية وجيوسياسية مهمة، خصوصا أن الآن نحن في مرحلة خاصة من تاريخ المنطقة، وهي أن الجزائر وموريتانيا بالنسبة لموريتانيا أصبحت دولة غازية، وأوروبا تهتم كثيرا بمنطقتنا وبموريتانيا من ناحية الغاز. وهذا الممر سيكون ممرا للجزائر وللأوروبيين، لأنه سيفتح عبر موريتانيا طريقا سالكا لكل دول الساحل ولدول إفريقيا الأخرى حتى جنوب إفريقيا. إذن هذا من ناحية أهميته الاقتصادية، هو أهميته هي استراتيجية بالمرتبة الأولى، وسيسرع كذلك من بناء التبادل بين الجزائر وموريتانيا وبناء التبادل بين دول المغرب العربي بما فيها تونس وليبيا إلى آخره. طيب ابقى معي فقط سيد عبد الله محمد أواه، لا بأس أن أعيد وأذكر بالهام الظاهر أسفل الشاشة نداء يرجى من المواطنين التقرب لمصلحة الاستعجالات بمستشفى الزهراوي بمدينة المسيلة للتبرع بالدم لصالح جرحى حادث المرور الذي وقع منذ قليل على مستوى الطريق الوطني الرابط بين الشلال ومدينة المسيلة. لا بأس أن أشير متابعينا الأكارم وأعيد الإشارة للهام الظاهر أسفل الشاشة، حيث في حادث مميت إثر انقلاب
ولحافلة لنقل المسافرين الذي خلف وفاة عفوا 8 أشخاص و 41 مصاب إثر انقلاب الحافلة، نداء موجه للمواطنين للتقرب لمصلحة الاستعجالات بمستشفى الزهراوي بمدينة المسيلة، وهذا في إطار التبرع بالدم لصالح جرحى حادث المرور الذي وقع منذ قليل على مستوى الطريق الوطني الرابط بين الشلال ومدينة المسيلة. نشير إلى أن هذا الحادث المميت خلف وفاة 8 أشخاص و41 جريح، منهم من في حالة حرجة يحتاج للتبرع بالدم لصالح جرحى لهذا الحادث المميت الذي وقع منذ قليل على مستوى الطريق الوطني الرابط بين الشلال ومدينة المسيلة، وبالضبط بمستشفى الزهراوي بمدينة المسيلة. إذن لا بأس أن أعيد متابعينا الأكارم هذا النداء عبر شاشة الشروق الإخبارية للمواطنين المتواجدين بولاية المسيلة أو بالقرب وما جاور الولاية، هذا النداء للتقرب لمصلحة الاستعجالات للتبرع بالدم لصالح جرحى حادث المرور بالضبط بولاية المسيلة بالطريق الوطني الرابط بين شلال ومدينة المسيلة. نضعكم في صورة أولى الصور التي وصلتنا من قلب الحدث ومن عين المكان لهذا الحادث المميت. أعود بكم متابعين الأكارب لملف نقاشنا الثاني، وأرحب مجددا بضيفي الكريم عبر الهاتف مباشرة من نواكشوط الأستاذ عبد الله محمد أواه، أستاذ الاقتصاد والتسيير بجامعة نواكشوط بموريطانيا. أهلا بك مجددا. أهلا بكم. كنت أبحث معك سبل تسهيلات قد تسطرها الجزائر، وهذا ما نعتبره بتسهيلات إدارية، تسهيلات جمركية، وهذا في إطار انطلاق المشروع للدراسات الخاصة بالطريق الرابط بين تندوف وزويرات الموريتانية. إلى أي مدى يمكن أن تساعد هذه التسهيلات التي سطرتها اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية الموريتانية؟ طبعا هذه التسهيلات من شأنها أن تعجل بتحقيق هذه الطريق وإنجازها على أرض الواقع، خصوصا أنها هي الطريق الأولى التي ستربط الجزائر، تربط الجزائر بموريتانيا، وعليه ستربط الجزائر بباقي دول الساحل ودول الإفريقية الأخرى. إذن هي طريقة مهمة جدا واستراتيجية، والحكومة الجزائرية والحكومة الموريتانية منذ سنوات كثيرة يحاولون أن ينجزوا هذا المشروع، ونتمنى إن شاء الله أن يكون أن هذا المشروع سينجز في القريب العاجل، وذلك من شأنه أن يعجل بين التبادل بين دول المغرب العربي ودول إفريقيا، وأن يربط الجزائر بالقارة الإفريقية الأخرى. الآن لما نتحدث عن ترقية الصادرات، وهذا في إطار الشراكة الجزائرية الموريتانية طبعا في هذا الطريق أو مشروع الخاص للطريق الرابط بين تندوف وموريتانيا وبالضبط بالعزيرات، نتحدث الآن على استغلال هذا الطريق طبعا لتصدير المنتوج المحلي الجزائري الموريتاني كطريق عابر سواء للمنتوج المحلي أو حتى من أوروبا كذلك ودول المغرب وصولا لأفريقيا. طبعا هو سيسهل أولا للمنتجات الجزائرية التي نستهلكها على مستوى السوق المحلي الموريتاني، ولكن كذلك على السوق الإفريقي، لأن الجزائر هي تنتج كثير من المنتجات الصناعية والفلاحية التي هي مطلوبة لدى المستهلك في دول القارة الإفريقية الأخرى وخصوصا دول الساحل. نحن مازلنا نستهلك التمور الجزائرية منذ سنوات كثيرة بمناسبة رمضان وغير رمضان، وكذلك بعض المنتجات الصناعية لأنها مطلوبة في السوق الموريتاني ولكن في السوق كذلك الإفريقي، وهذا كذلك سيسهل التبادل بين موريتانيا وأوروبا عبر الجزائر، لأن هذا سيخفض من أسعار الجمركة وأسعار النقل إلى آخره، سيكون الطريق
سالكا بين دول جنوب أوروبا مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال عبر الجزائر. وكذلك سيزيد من التكامل البيني بين الاقتصاد الجزائري والاقتصاد الموريتاني، وخصوصا الآن نحن عندنا ملف مشترك وهو ملف الطاقة، وهو طبعا الملف الأول في العالم خصوصا بعد حرب أوكرانيا روسيا. تعتبر الجزائر دولة ستمكن دول أوروبا من أن يكون عندهم الغاز، وكذلك موريتانيا اكتشف فيها الغاز مؤخرا وسيبدأ بتصديره بنهاية هذه السنة 2023 السنة القادمة. طيب سأضعك في صورة أشغال اللجنة الذي ترأستها الجزائر، هذه اللجنة التي تحدثت عن مشروع الطريق البالغ طوله 773 كيلومتر، تحدث عن إنجاز الشطر الأول من المشروع والواقع على التراب الوطني، تحدث أن الشطر الأول تم إنجازه، لكن الآن الأشغال جارية فيما يخص الشطر الثاني لاستكمال إنجاز مركزين حدوديين، وهذا على التراب الوطني وكذلك على الأراضي الموريتانية، يرتقب إتمامهما مطلع العام المقبل، يعني شهر أو شهرين على الأكثر حسب الوزير. نتحدث الآن عن كيفية تسريع وتيرة الأشغال حتى يرى النور هذا المشروع في أقرب الأجل. طبعا إذا كان الأمر كما قلتم الآن فإن هذا سيكون منجز في ظرف شهرين على بعد تقدير، لأن الطريق على الحدود من الجزائر من تندوف حتى الحدود الجزائرية هذا لقد استكمل هذا المشروع، وحتى المعابر فتحت، والآن يبدأ من عند الحدود الموريتانية الجزائرية حتى زويرات، وهذا نرجو أن يكتمل قريبا، وستكون أمر جيد جدا، خصوصا أن الآن بين الجزائر وموريتانيا هناك خط بحري، هناك خط عبر البحر، ولكن ليس هناك خط معبر عبر الطريق، وهذا طبعا مهم لأن ستكون الشاحنات الجزائرية تأتي بالبضائع وبالسلع وبالبشر، وهذا مهم جدا في هذه المرحلة، خصوصا أن التكامل بين موريتانيا والجزائر هو تكامل استراتيجي لا يشمل فقط السلع والأمور العادية التي تستهلكها الناس، ولكن هناك أمن الطاقة والطاقة. هذا مشروع يمكن يكون بين الجزائر وموريتانيا، وموريتانيا كذلك هي دولة لها كثير من المعادن مثل النحاس والذهب والحديد، وهناك تكامل واضح بين الجزائر وموريتانيا كان عبر الماضي، وإن شاء الله يكون متألق عبر المستقبل والحاضر بإذن الله. نشير فقط إلى أن المشروع ستتكفل به الجزائر وبتمويله من خلال العديد من المؤسسات العمومية، في حين تستغله في شكل امتياز لمدة 10 سنوات مع تجديد ضمني. شكرا لك جزيل الشكر أستاذ الاقتصاد والتسيير بجامعة نواكشوط عبد الله محمد واه، كنت معي هاتفيا من نواكشوط بموريتانيا، شكرا لك جزيل الشكر. مشاهدين لا بأس أن أعود وأشير للهام الظاهر أسفل الشاشة في إطار تطورات حادث المرور المميت لخلف وفاة 8 أشخاص و41 مصاب وجريح أثر انقلاب هذا الحادث. الحصيلة الأخيرة تشير إلى 9 وفيات بسبب انقلاب الحافلة. إذن متابعينا الأكارم، أشير إلى أن الحصيلة ارتفعت ل9 وفيات بسبب انقلاب حافلة نقل المسافرين في الطريق الرابط بين المسيلة وبوسعادة، و41 مصاب بسبب انقلاب وانحراف هذه الحافلة بالخط الوطني رقم 45 الرابط بين المسيلة وبوسعادة. إذن متابعينا الأكارم، لا بأس أن أعيد وأشير للهام الظاهر أسفل الشاشة، ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب انقلاب الحافلة لنقل المسافرين بالطريق الوطني رقم 45 الرابط بين بلدية المسيلة وكذلك بوسعادة بالضبط بلدية شلالة، تم إسعاف المصابين وتم نقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما لا تزال عملية التدخل متواصلة حسب بيان للحماية المدنية. ارتفاع والحصيلة، وهذه الصور تتابعونها
كصور أولى وصلتنا من عين المكان ومن الحدث بالضبط بولاية المسيلة. سأحيطكم علما المتابعين الأكارم أن السلطات وجهت نداء للمواطنين للتقرب لمصلحة الاستعجالات بمستشفى الزهراوي بمدينة المسيلة للتبرع بالدم لصالح جرح حادث المرور الذي وقع منذ قليل على مستوى الطريق الوطني رقم 45 بين الشلال ومدينة المسيلة. إذن السلطات المعنية متابعين توجه نداء للمواطنين للتقرب لمصلحة الاستعجالات بمستشفى الزهراوي بمدينة المسيلة للتبرع بالدم لصالح جرح الحادث المميت الذي وقع منذ قليل على مستوى الطريق الوطني الرابط بين الشلال وبلدية المسيلة بالضبط بوادي الشلال ببلدية بوسعادة. متابعينا الأكارم، سأشير فقط إلى ارتفاع الحصيلة لتسع وفيات بسبب الحادث المرور المميت في على مستوى الطريق الوطني الرابط بين الشلال ومدينة المسيلة بالضبط بلدية الشلال ببوسعادة، هي الحصيلة الأولية والأخيرة التي تشير إليها مصالح الحماية المدنية. 41 جريح خلفته انقلاب للحافلة خلفه حادث المرور المميت الذي وقع بالطريق الوطني الرابط بين شلال ومدينة المسيلة. حسب المعلومات التي وردتنا ارتفاع عدد وفيات الحادث إلى 9 قتلى و46 جريحة وحالة طوارئ الآن بمستشفى الزهراوي بالمسيلة. لمعلومات أوفى متابعين الأكارم حول الحادث المميت استقبل عبر الهاتف مباشرة النقيب برناوي الذي يلتحق بي عبر الهاتف. مساوك سعيد نقيب نسيمة برناوي المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، ضعني في صورة آخر المعلومات حول حادث مرور ولاية المسيلة. مساء الخير. طبعا اخر معلومات فيما يخص حادث المرور في ولايه المسيلة، الحمايه المدنيه يعني نقلت لكن حسب الانباء يعني على مستوى المستشفى نظن انه فيه هناك ضحيه تاسعه، والحصيله يعني حتى عبر الجرحى الذين تم نقلهم من طرف المواطنين يفوقون 40 جريح. طبعا بالنسبه لنا العمليه ما زالت متواصله. طبعا بعد لحظات ستكون هناك الحصيله النهائيه بعد التنسيق مع مصالح المستشفيات حتى لا يكون هناك خلط في عدد الوفيات، لكن في عين المكان كم حاله وفاه، وربما في المستشفى تسمعني نقيب نسيب برناوي؟ سفيرين يعني عن كاملة تربط بين خط المسيلة وبوسعادة بطريق وطني رقم 45 على مستوى بلدية الشلال. طيب، ضعني في صورة السبب الرئيسي لانحراف الحافلة لنقل المسافرين، أي السبب الرئيسي لهذا الحادث؟ الآن مصالح الدرك في عين المكان تعمل في عملية تحقيق من ضمن يعني لا سيما مع أنه الطقس يعني ممطر وربما حالة الطرقات مثل هذه الحوادث يعني انقلاب ما كانش تصادم مباشر او اي شيء، يعني انقلاب فقط للحافله، ممكن يعني عطل في الحافله، ممكن مناوره خطيره، ممكن تعب او نعاس للسائق، لكن التحقيق يعني الدقيق من طرف المصالح الامنيه هو اللي يعني حيبصر عن السبب الحقيقي، لانه راهي فجعه ويعني اكثر من وفيات يعني كثيره. هذا الشيء اللي دائما نخشاه نحن مثل هذه الحوادث، حوادث نقل حافلات نقل المسافرين دائما ما تكون الحاصله ثقيله ودميه. بما انك تحدثت عن الفاجعه، هل من نداء ربما توجهونه عبر تلفزيون الشروق؟ طبعا نعم، نداء نوجه خاصه للمستعملي الطرقات لا سيما في مثل هذه الاوقات وفي مثل هذه الظروف الجويه، السياقه تكون بحيطه وحذر التقليص من السرعه يعني قدر الممكن، احترام مسافه الامان وكذلك عدم القيام بمناورات او مجازفات خاصه يعني لتكون ما تقدرش ان تتحكمي في المركبه.
طبعا وبالاضافه يعني الحيطه بحذر واحترام قانون المرور، لا سيما هذه مسؤوليه وامانه بنقل المسافرين، والحافله هي وسيله نقل وليس وسيله قتل. طيب نقيب نسيم برناوي، حديث عن حاله طوارئ الان بمستشفى الزهراوي بالمسيله، كيف هي حاله الجرحى الذي بلغ عددهم 46 جريح؟ طبعا حاله الجرحى متفاوته الخطوره، فيهم من جرحى يعني عندهم خطوره كبيره يعني في حاله حرجه، منهم من جرحى عندهم رضوض يعني بمقترب من الكسور او يعني الالتواءات، وكذلك جرحى اللي بقوا في عين مكان وتقدم لهم الاسابات الاوليه في حاله الصدمه. لكن دائما ما نخشى في مثل هذه الحوادث وكذلك زمن ان في المراكز الصحيه يعني عدد الجرحى الكبير المرتفع اللي غالبا ما يؤدي الى ارتفاع الحصيله، شيء اللي ما نتمناهوش ان شاء الله ان الحصيله لا ترتفع اكثر من الشهاده ان شاء الله. طيب ساقرا عليك وعلى متابعينا الاكارم هذا النداء من السلطات المعنيه للتوجه للمستشفى المحلي ولمصلحه الاستعجالات بمستشفى الزهراوي بمدينه المسيله للتبرع بالدم لصالح جرحى حادث المرور الذي وقع منذ قليل على مستوى الطريق الوطني الرابط بين الشلال ومدينه المسيله. هذا ما يفسر أن هناك جرحى في حالة خطيرة وموجودين في ربما في عملية الجراحة، لذا يطلب مثل هذه الأمور تبرع بالدم من المواطنين حتى يتمكنون من يعني تقديم لهم القيام بعملية جراحية، وربما البعض يوجد في العناية المركزة. قلت لك دائما هذه الحوادث دائما يعني مؤلمة ودامية جدا، لا سيما في الوفيات وحتى في الجرحى غالبا ما يتوفوا لا سيما سواء بعد اسبوعات او ايام وحتى في غضون ربما فتره زمنيه تتعدى الاسبوع او 15 يوم، لذا دائما متابعه لمثل هذه الحوادث المرور حتى تكون الحاصله النهائيه. لكن يعني هل اكثر من كاين اكثر من 8 وفيات او 9 وفيات او 5 وفيات في حوادث المرور، لا سيما نحن منذ بدايه السنه ما فوق 1600 قتيل من جراء حوادث المرور في مكان الحوادث، وما يفوق عن 47000 شخص مصاب دون نسيان السنة الماضية اللي كان فيها 1684 حالة وفاة. لكن نتحدث الآن وسنخص بالذكر حوادث الحافلات لنقل المسافرين، نتحدث الآن عن خطورة هذا النوع من الحوادث. كان فيه لجنة مشتركة ميدانية لبحث الأسباب الحقيقية وفتح تحقيق معمق حول حوادث المرور لحافلات نقل المسافرين، هل من جديد حول هذه اللجنة والأسباب الرئيسية لهذا النوع من الحوادث؟ طبعا شوف فيما يخص عمل اللجنه يعني لا سيما في حافلات نقل المسافرين او شاحنات نقل بضائع، يعني الاسباب متعدده، يعني ربما يشاهدوا في الميدان او حتى يعني ما التوصيات التي رفعت، لا سيما في بعض الحافلات ربما في قدم الحظيره. نعم. لحافلات نقل المسافرين، يعني حافلات ربما عندها 10 سنوات او 15 سنه او 20 سنه، لا سيما حافلات نقل المسافرين على خطوط الطويله. ليس على ذلك يعني ربما نرجع الى يعني حاله السائقين، هل السائقين اللي في حاله التكوين، هل لهم القابليه، هل لهم الجاهزيه؟ ليس على ذلك ما طلبناه هو دراسات سوسيولوجيه بسيكولوجيه للسائق الجزائري، لماذا لا يحترم قانون المرور؟ لماذا يعني تستهوي دائما السرعه؟ لماذا دائما هو في حاله الاستعجال؟ طبعا فيه امور تتعلق بالعنصر البشري، في امور تتعلق بالتكوين، في امور عفوا تتعلق كذلك يعني بالحظيره الوطنيه للمركبات، لا سيما فيما يخص حافله نقل المسافرين، لا سيما في الجزائر، يعني الجزائر كبيره ونعرف ان شبكه النقل المواصلات على طريق الحافله يستعملها كثير من المواطنين، لذا يعني امور فيما يخص المراقبه، ما نتكلمش عن المراقبه التقنيه المفروضه لكن المراقبه الدوريه لهذه السيارة من طرف يعني مسؤولين عن هذه الشاكرات ضرورية جدا، يعني في حتى تكون في مأمن نقل المسافرين، يكون في مأمن. إلا دائما يعني رانا نشوفه عن في فترات زمنية يعني قصيرة، يعني كنا في ربما في شهرين أو ثلاث أشهر يكون عندنا حادث مرور مؤلم، لكن أنا رانا نشوفه تقريبا يوميا حوادث نقل المسافرين خاصة في الحافلات أو شاحنات نقل البضائع، لا سيما عند هذه الفئة السواق المهنيين أو السواق المحترفين. إذا كانت هناك كثير توصيلات فيما يخص يعني ووجوب وضع ميكانيزمات عفوا واليات يعني صارمه لاجل يعني التقليل من هذه الحوادث، لا سيما في استثمار في العنصر البشري من جانب التكوين، من جانب يعني اماكن التكوين، وسيما كذلك من جانب تجديد الحظيره من ناحيه يعني الحافلات ونوعيه الحافلات.
تحدث الآن عن إجراءات صارمة هنا، أتحدث عن مجلس الوزراء في بداية شهر نوفمبر الذي أعطى من خلال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات لقانون يجرم حوادث المرور لنقل حافلات نقل البضائع ونقل المسافرين المتسبب في هذا النوع من الحوادث المميتة، قد تصل للسجن 20 سنة. هي إجراءات صارمة أقرتها السلطات العليا بالبلاد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أقرها من أجل الحد لهكذا حوادث مرور مميتة. نعم، طبعا ما أقر بسيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن طريق المجلس الوزاري المشترك، طبعا هي قرارات تصب أنه من بين أسباب الرئيسية هي العنصر البشري. إذا أو العقوبات هذه الصارمة خاصة في الناس اللي ما تحترمش يعني التوصيات أو الأمور الوقائية المفروضة لسلامة وأمن المسافرين أو السائقي أو مستعملي الطرقات عامة، بتشديد العقوبات لا سيما أنه الشق الوقائي التحسيسي يعني ربما طبعا أنا الوقت لإعادة النظر فيه لكيفية إحياء الضامن، لكن الجانب الشق الربعي يجب أن يكون أشد عقوبة حتى يتم من خلاله التقليد من الحوادث ومن آثار الحوادث الوخيمة. نسأل الله العافية، شكرا لك جزيلا الشكر النقيب نسيم برناوي المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، كنت معي هاتفيا ووضعتنا في صورة آخر الأرقام حول هذا الحادث المرور المميت الذي خلف وفاة 9 أشخاص و 48 مصاب متواجد الآن بمستشفى المستشفى المحلي بولاية المسيلة. إذن متابعينا الأكارم أضعكم في صورة نداء السلطات المعنية، لكن قبلها حسب المعلومات التي وردتنا ارتفاع عدد وفيات الحادث إلى 9 قتلى و46 جريحة، وحديث عن حالة طوارئ الآن بمستشفى الزهراوي. أقرأ عليكم نداء متابعينا الأكارم من السلطات المعنية، يرجى من المواطنين التقرب لمصلحة الاستعجالات بمستشفى الزهراوي بمدينة المسيلة للتبرع بالدم لصالح جرحى حادث المرور الذي وقع منذ قليل على مستوى الطريق الوطني الرابط بين الشلال ومدينة المسيلة. مستشفى الزهراوي الآن يشهد حالة طوارئ جرحى متواجدون هناك في جروح متفاوتة الخطورة. إذن السلطات تؤكد أن المواطنين الآن يرجى منهم التقرب لمصلحة الاستعجالات بمستشفى الزهراوي بمدينة المسيلة. هذه كانت آخر تطورات الحادث المميت بولاية المسيلة إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة. أخبار أخرى ألقاكم فيها في نشرة الأخبار الرئيسية، ويلقاكم عز الدين بوهرو في أخبار الرياضة. ابقوا معنا.